ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة هي الفطير المشلتت او الفطير الفلاحي. كل الناس بتحبه، بنجيبه من الافران على طول، بس النهاردة هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اسمعوا بقى الصوت الحلو ده، متحمر من فوق ومن تحت ومقرمش وطري جدا ورقات من جوه. يلا بينا على الوصفة. كل اللي انا محتاجاه كيلو دقيق، معلقتين كبار سكر، معلقة صغيرة ملح، مية دافية، يعني دافية علشان احنا في الشتاء، لو في الصيف خلاص مية عادية، معلقتين كبار لبن باودر. اللبن الباودر ده يا جماعة اختياري، اللي ما يحبش او ما عندوش او مش متوفر عنده خلاص ممكن نستغنى عنه في الوصفة. الدقيق برضو لازم يكون نوع كويس متعدد الاغراض. هنحط بقى كده الدقيق والسكر ورشة الملح واللبن البودر، وهحاول بقى ان انا اقلبهم كويس قوي علشان المكونات كلها تختلط مع بعض. هاجي بقى بعد كده هعمل حفرة كده في النص في الدقيق، وهحط فيها شوية مية دافية من اللي عندي، وهعجن بايدي. طبعا انا ايدي غسلتها وطهرتها كويس قبل ما احطها في الدقيق او العجين. هلم بقى كل العجين كده بايدي، هحاول بقى ان انا اعجنه كويس. ما بحطش المية كلها مرة واحدة، انا بحط شوية بشوية علشان ما تزيدش معايا مرة واحدة. انا عايزة العجينة تبقى حلوة ومتماسكة كده، وقريبة ان هي تبقى سايبة شوية. هكمل بقى عجن العجينة اللي عندي بايدي برضو، بس على الرخامة. الرخامة انا غسلتها وطهرتها كويس، رشيت عليها شوية دقيق، بعد كده حطيت بقى عليها العجينة. هعملها كويس بإيديا. الحركة دي بتساعدني بعد كده لما العجينة ترتاح واجي افردها تفرد معايا وتمط. على قد ما اقدر بقى ان انا اخليها رقيقة جدا، علشان الفطير يعني اهم حاجة فيه ان العجينة ما تبقاش تبقى رقيقة كده، ما تبقاش كتل على بعضها، يديني بقى الرقات اللي انا عايزاها. خلاص بعد ما بتأكد ان انا عجنتها كويس اهي، بصوا يا جماعه سايبه ازاي وحلوه. لازم تبقى طريه شويه، ان انا لما امسكها كده تمسك في ايدي. هدهن وشها بقى زيت، وهجيب ورق ستريتش وهغطيها واسيبها ترتاح من 10 لربع ساعه. لو انتم مستعجلين كفايه وعليها 10 دقايق. الحركه دي مهمه جدا، لازم نسيبها ترتاح قبل ما نقطعها، ولما نقطعها برضو هنسيبها ترتاح تاني. ده كله بيساعد معايا في فرد العجينه. العجينه اهي بعد ما ارتاحت 10 دقايق هقطعها. بحط على ايدي زيت الاول، وبعد كده باخد بقى جزء من العجينه. العجينه يعني طريه شويه، هي لازم تبقى معايا كده، لو متماسكه قوي عن كده مش هتفرد معايا كويس ومش هتديني النتيجه اللي انا عايزاها. هبدا بقى ان انا اقطع الكيلو دي ده على 4 قطع. لو انتوا بقى حابين الفطيره تطلع كبيره معاكم، ممكن كيلو دي ده يبقى على قطعتين بس. هسيبها بقى ترتاح حوالي نص ساعة. ادي شكلها بعد ما ارتاحت نص ساعة. ده بيساعدني بقى ان انا افردها كويس. هجيب بقى كده على الرخامة زيت، وعندي هنا زبدة سايحة او سمنة اللي يحب يعني. وهبدأ بقى ان انا احط على ايدي من السمنة والزيت ده وافرد العجينة زي ما انتوا شايفين كده. احاول بقى ان انا افردها كويس قوي على الرخامة. برضو الرخامة انا غسلها كويس جدا ودهنتها زيت. بحط ايدي كده من تحت واسحب العجينة كويس، عايزاها تبقى رقيقة جدا. على قد ما اقدر هفردها وبالراحة خالص، احنا مش مستعجلين. ولو حتة في الطرف كده اتقطعت زي ما حصل معايا عادي، ده كله بيتطبق مفيش اي مشكلة. المهم ان انا من النص كده احافظ عليها سليمة، واوصل ان هي تبقى رقيقة لدرجة ان الرخامة كده باينة منها. هبدا بقى ان انا من ناحيه ناحيه كده اطبقها، وكل ناحيه اطبقها افردها اكتر وادهنها من الزبده اللي عندي. هحط برضو كل ناحيه كده وهدهن كل ناحيه، بطبقها بدهنها زبده عشان تطلع رقات كده وحلوه وجميله معايا. بعد كده هعملها زي الكوره كده وهسيبها. دي واحده تانية اهي، جبتها برضو عشان افردها تاني معاكم. دي قطعه تانية، بس بدهن برضو زبدة كده من النص وابدأ اطبق ناحية ناحية، وكل ناحية اطبقها بفردها وادهنها زبدة كويس جدا. ده بقى سر الرقات الحلوة
ان العجينة تبقى رقيقة كده. خلاص دي كل الكمية عندي اهي، عملتها بحطها على الصينية مقلوبة كده من الناحية المقفولة فوق علشان ما يصفيش كل الزبدة اللي فيها. خلاص كده هجيب بقى الصينية وادهنها زبدة وابدأ افرد فيها كل فطيرة لوحدها. بحط على ايدي زيت كده او زبدة من الوش وابدأ ادهن الوش. هجيب معلقة قشطة وهفردها على وش الفطيرة كلها. بعد كده هدخلها بقى الفرن، هعمل كل الكمية اللي عندي وابدأ ادخلهم الفرن. الفرن لازم يبقى سخن الاول معي. انا فردت كده الكمية بتاعتي في الصواني وهحطهم في الفرن. اول ما الفطيرة تتحمر عندي في الفرن كده من تحت وتديني اللون ده، خلاص بقفل الفرن وبشغل الشواية بس اديها لون من فوق. ادي الفطير بعد ما طلع اهو متحمر جدا من فوق ومن تحت ومستوي كده وشكله تحفة. بصوا بقى يا جماعة طالع عامل ازاي، اسمعوا صوته. طالع حلو قوي ومورق كده. الفطيرة طالع عندي مقرمش خالص من فوق وطري جدا ومورق قوي من جوه. احنا بقى ممكن ناكله بعسل بطحينة، ممكن لو عندنا جبنة قديمة، قشطة، عسل نحل، اللي تحبوا تاكلوه بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.